إلى درعا دارت محركات عمل فريق مراقبة الأمم المتحدة في سوريا. قاموا بجولتهم الاستطلاعية وعادت طلائعهم إلى دمشق لتكون الصورة على مواقع المعارضة الإلكترونية قد سبقتهم. قصف استهدف أحياء في درعا بعيد مغادرة القبعة الزرق. حمص أيضا كانت وبحسب مواقع المعارضة السورية على موعد مع قصف أرخ بتاريخ الأربعاء صباحا. الله أكبر! أقدمت مجموعة إرهابية مسلحة. وفي ميدانيات الهدنة الهشة يقول التلفزيون السوري إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 16 آخرين بانفجار قنبلة بحلب، كما أفادت المعلومات الرسمية عن مقتل 7 وإصابة 11 بتفجير عبوة ناسفة بريف إدلب. رواية لم ترق للمعارضين المتأبطين سلاحهم. وكل الجيش الحر على كل الأرض السورية التزم بالهدنة، بس التفجيرات اللي صارت والخروقات كلها عن طريقة الأجهزة الأمنية. خرق لم تسجل أي من حتى الساعة القبعات الزرق التي لا تزال تأمل في زيادة عددها. العدد المراقبين الآن زاد. مهمتي هي مهمة تقنية، مهمة تخطيط، ومهمة ربط الارتباط مع المسؤولين ومع الجهات الأخرى. أعتقد أن 250 عدد معقول. من بكين الحليف الاستراتيجي جاء الرد السوري سريعا. تولى وزير الخارجية وليد المعلم ومن داخل الأراضي السورية في العاصمة الصينية أي من السفارة مهمة تطمين المراقبين إلى تنفيذ كل رغباتهم. نحن لا نعلم لماذا يريدون استخدام سلاح الطيران، ومع ذلك إذا كانت هناك حاجة لمثل ذلك فإن سوريا مستعدة لوضع سلاحها الجوي تحت تصرف هذه البعثة. الوزير المعلم وعد بأن تراعي سوريا وتنفذ الشروط الستة التي تتضمنها خطة عنان، إن مواقف روسيا والصين في مجلس الأمن أعادت التوازن إلى المجتمع الدولي. وفيما كان المعلم يعد حليفه الصيني باحترام خطة مبعوث الأمم المتحدة كوفي أنان، كان الحليف الأول يواصل بحثه عن حل للأزمة السورية. سيرجي لافروف يبحث ونظيره المغربي الأزمة في دمشق. من يريدون أن تفشل خطة أنان كثر، وهم يطالبون باللجوء قبل أي شيء إلى القوة. إن القوى الرئيسية في المعارضة السورية بما فيها المجلس الوطني السوري لم توافق رسميا حتى الآن على خطة أنان. لافروف نفسه يعود ويتابع تفاصيل لقاء فريق من الخارجية الروسية مع وفد المعارضة السورية. الوفد قال إن المعارضة تعول على دعم روسيا في إقناع السلطات الرسمية السورية بوقف كامل لإطلاق النار. كوفي أنان مبروك. نعلق أمل كبير على خطة كوفي أنان، ونعتقد أن بإمكان روسيا لعب دور أساسي في تنفيذها، خاصة نعتقد بإمكانية روسيا التأثير على السلطات السورية لكي تنفذ شروط وقف إطلاق النار. إشارة إلى أن التلفزيون السوري عرض مشاهد لمشاركة الرئيس بشار الأسد برفقة عقيلته في توضيب مساعدات ستوزعها الحكومة السورية على المتضررين جراء الأحداث الأخيرة.